إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله هو عبارة عن بلاغ إخباري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إذن خبر يتعلق بتوقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير المراقبة المستمرة. إذن الخبر هو كالتالي: بلاغ إخباري ليوم 29 نوفمبر 2021 يتعلق بتوقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، حيث تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تقرر توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين رقم 21-080 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، والمذكرة رقم 21-081 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2021 كذلك تم إلغاؤها، والمتعلقة بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين. إذن خبر اليوم متعلق بتوقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين والمتعلقتين بتأطير المراقبة المستمرة، حيث تم إلغاء هاتين المذكرتين وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين. إذن كان إخواني أخواتي معكم عمر من قناتكم عمر بغيف. كان هذا خبر عاجل لوزارة التربية الوطنية. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب والمشاركة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.